يعني عمر، يبدو لليوم الثاني هل ما زالت طوابير السيارات موجودة أمام المحطات؟ وماذا قامت الحكومة البريطانية بفعله على غرار التطمينات الشفهية؟ نعم، اليوم الثالث الذي تستمر فيه الأزمة هنا في البلاد. نحن هنا أمام إحدى محطات الوقود في العاصمة البريطانية لندن، كما تشاهدون في خلف الصورة طوابير طويلة من السيارات تنتظر الوصول ودخول محطة الوقود لتعبئة البترول والوقود اللازم لسياراتها. هذا المشهد الغريب على بريطانيا مستمر الآن لليوم الثالث على التوالي، حتى أن بعض محطات الوقود أغلقت لأنها لم تعد تمتلك هذا الوقود، والبعض الآخر حدد سقفا للتعبئة لا يتجاوز 30 جنيها استرليني وفق ما هو معمم في هذه المحطات حاليا. لكن الحكومة البريطانية تقول أنه لا توجد أزمة، هذا جزء من الحقيقة. فعلا الوقود موجود، الغذاء موجود، كل هذه الاحتياجات الأساسية موجودة، لكن المشكلة هي في نقلها وإيصالها إلى محطات الوقود. بريطانيا تشهد عجزا وصل إلى 100,000 سائق للشاحنات الكبيرة لا يستطيعون أو خرجوا عن الخدمة حاليا بعدما عادوا إلى بلدانهم الأوروبية. بالتالي الوقود موجود، ولكن وصوله إلى المحطات هو العقبة وهو المشكلة. المعارضة تقول إن الحكومة البريطانية خذلت الناس بإدارتها لملف الخروج ولإدارتها للتعامل مع أزمة الوقود هنا، في حين الحكومة تنفي وتدعو المواطنين إلى التوجه للمحطات فقط عند الحاجة كي لا تتكدس السيارات أمام المحطات. اللافت الآن هو استطلاع الرأي. اليوم أجري استطلاع للرأي سجل أن 67% من البريطانيين، من بينهم ممن صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، يرون أن بريطانيا أو الحكومة البريطانية أدارت الملف بشكل سيء، ويرون أن الخروج بريكزيت هو المسؤول عن هذه الأزمة وغيرها من الأزمات السابقة. الحكومة وضعت خطة بخطة طوارئ، وهي إصدار فيزا وتأشيرة ل5,000 سائق أوروبي، لكن الرد جاء من أوروبا أنها من المحتمل أن لا تقوم، أو أن السائقين الأوروبيين المحتمل أن لا يعود إلى بريطانيا. أولا لأن الفيزا مشروطة بفترة زمنية 3 شهور، وأن العائد المادي الآن بعد الخروج يختلف عن تبعيات العائد المادي قبل الخروج. كان السائق الأوروبي قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي عندما يعمل في بريطانيا، إذا كان من محدودي الدخل فإن الحكومة تدعم هؤلاء محدودي الدخل بمساعدات مالية، لكن هذا الموضوع توقف. بالتالي لا توجد فائدة للسائقين الأوروبيين الآن بالعودة للعمل في بريطانيا، سواء الفترة الزمنية قصيرة أو بالراتب بدون مساعدات، بينما في أوروبا يعمل بشكل مستمر ويحصل على مساعدات إذا ما كان من محدودي الدخل. شكرا لك عمر بشير، مراسل الغد من لندن، على كل هذه المعلومات.